يختلط علينا الأمر أحياناً عند كتابة الهمزة المتوسطة، وكثيراً ما نقع في الخطأ، ولكن اليوم سأخبركم عن قاعدة سهلة لكتابة هذه الهمزة، وأنا متأكدة أنكم لن تخطئوا بعد اليوم في كتابتها، فقط ابقوا معنا. الهمزة المتوسطة. الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة: بؤرة، فأس، رئة، عباءة. نلاحظ أن الهمزة المتوسطة اختلف موقعها، مرة جاءت فوق الواو كما في كلمة بؤرة، ومرة فوق الألف كما في كلمة فأس، ومرة جاءت فوق النبرة كما في كلمة رئة، وقد تأتي على السطر في حالات خاصة كما في كلمة عباءة موؤودة. ما الذي يحدد موقع الهمزة أو الحرف الذي تأتي فوقه؟ تعالوا نستمع إلى هذه القصة. ما الذي يحدث هنا يا عماه؟ إنه خلاف بين الحركات. وما هي الحركات يا عماه؟ الحركات يا أرنوبة هي الفتحة، الضمة، الكسرة، وعندما نضع السكون يصبح الحرف ساكناً. اختلفت هذه الحركات فيما بينها من هي الأقوى، وتدعي الكسرة أنها الأقوى. الكسرة تقول أنا الأقوى، ثم تقول الضمة بل أنا الأقوى، والفتحة تقول أنا الأقوى. وكيف حل هذا الخلاف؟ قررت هذه الحركات إجراء مسابقة شد الحبل ومعرفة من تكون الأقوى ومن هي الأضعف. فازت الكسرة وكانت هي الأقوى فعلا، وحصلت على المرتبة الأولى، ثم نالت الضمة المرتبة الثانية، ثم جاءت الفتحة في المرتبة الثالثة. إذن أقوى الحركات هي الكسرة، تليها الضمة في المرتبة الثانية، ثم الفتحة في المرتبة الثالثة. أما السكون فعندما نضعه فوق الحرف يجعل الحرف ساكناً لا صوت له. وما علاقة ذلك بالهمزة؟ لم تنتهي القصة بعد يا أرنوبة. عندما قررت الهمزة زيارة هذه الحركات حصل خلاف آخر. وما هو؟ اختلفت هذه الحركات أين ستضع الهمزة، وتوصلت إلى هذا الاتفاق. قالت الكسرة أنا سأضع الهمزة فوق النبرة، أما الضمة وأنا يناسبني أن أضع الهمزة فوق الواو، ثم قالت الفتحة أما أنا فسأضع الهمزة فوق الألف. الحمد لله أن الخلاف لم يدم بين الحركات طويلاً، وعادوا أصدقاء متحابين. أجل يا صغيرتي، لنحرص دائماً على أن نكون متحابين وسعداء، نحب بعضنا بعض، ونتمنى الخير لغيرنا، ونقدم لهم المساعدة. إذن انتهى الخلاف، الكسرة ستضع الهمزة فوق النبرة، الضمة سوف تضع الهمزة فوق الواو، أما الفتحة فستضع الهمزة فوق الألف. والآن يمكننا أن نتعرف قواعد كتابة الهمزة المتوسطة. كتابة الهمزة المتوسطة. كلمة تؤثر
فيها همزة متوسطة كتبت على الواو. ما هو السبب؟ نلاحظ أن حركة الهمزة هي الفتحة، وحركة ما قبلها الضمة، والضمة أقوى من الفتحة، والضمة يناسبها الواو، لذلك كتبت على الواو. كلمة تنشئة فيها همزة متوسطة كتبت على نبرة. ما هو السبب أيضا؟ نلاحظ أن حركة الهمزة هي الفتحة، وحركة ما قبلها هي الكسرة، والكسرة أقوى من الفتحة، والكسرة يناسبها النبرة. كلمة تأثير فيها همزة متوسطة كتبت على الألف. نلاحظ أن حركة الهمزة هي السكون، وحركة ما قبلها هي الفتحة، الفتحة أقوى من السكون، والفتحة يناسبها الألف، لذلك كتبت الهمزة على الألف. الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تقع في وسط الكلمة. لكتابة الهمزة المتوسطة ننظر إلى حركتها وحركة الحرف الذي قبلها ونكتبها على الحرف الذي يناسب أقوى الحركتين. الآن عرفت سبب كتابة الهمزة المتوسطة في صورتها في هذه الكلمات. فؤاد، حركة الهمزة هي الفتحة، وحركة ما قبلها الضمة، والضمة أقوى من الفتحة، والضمة يناسبها الواو، لذلك كتبت على الواو. كأس، جاءت الهمزة ساكنة وحركة ما قبلها الفتحة، الفتحة أقوى من السكون ويناسبها الألف، لذلك كتبت الهمزة على الألف. قصائد، حركة الهمزة هي الكسرة وما قبلها ألف ساكنة، والكسرة أقوى من السكون ويناسبها النبرة، لذلك كتبت على نبرة. أفئدة، حركة الهمزة هي الكسرة وما قبلها حرف ساكن، والكسرة أقوى من السكون ويناسبها النبرة، لذلك كتبت على نبرة. الهمزة المتوسطة مشاغبة بعض الشيء، أحياناً تخالف القاعدة العامة لكتابتها، ولكن متى؟ تعالوا نتعرف إلى الحالات التي تخالف بها الهمزة المتوسطة القاعدة العامة من خلال هذه الأمثلة. قراءة القصص تنمي ثروتنا اللغوية، الحكم يغذي ضوءها العقول، أحداث القصة تجري في بيئة محدودة. قراءة، نلاحظ أن الهمزة المتوسطة كتبت على السطر وهي مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة. إذن تكتب الهمزة على السطر إذا كانت مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة. عباءة، إساءة. مملوءة، هنا الهمزة المتوسطة على السطر وهي مفتوحة وما قبلها واو ساكنة. إذن تكتب الهمزة على السطر إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها واو ساكنة. مبدوءة، موبوءة. يسوءك، الهمزة المتوسطة على السطر وهي مضمومة وما قبلها واو ساكنة. إذن تكتب الهمزة المتوسطة على السطر إذا كانت مضمومة وما قبلها واو ساكنة. بيئة، همزة متوسطة كتبت على النبرة وهي مفتوحة وما قبلها ياء ساكنة. إذن تكتب الهمزة على النبرة إذا جاءت مفتوحة وما قبلها ياء ساكنة. هيئة، تكتب الهمزة المتوسطة على السطر إذا جاءت مفتوحة بعد ألف ساكنة، مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة، وتكتب الهمزة المتوسطة على النبرة إذا جاءت مفتوحة بعد ياء ساكنة. تخالف الهمزة المتوسطة القاعدة العامة في حالات خاصة، وهي تكتب الهمزة المتوسطة على السطر إذا كانت مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة، تكتب الهمزة المتوسطة على السطر إذا كانت مفتوحة أو مضمومة وما قبلها واو ساكنة، تكتب الهمزة المتوسطة على النبرة إذا كانت مفتوحة وما قبلها ياء ساكنة. هذه حالات خاصة لكتابة الهمزة، سأعلل سبب كتابتها على صورتها هذه. كلمة براءة، الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة،
لذلك كتبت الهمزة على السطر. كلمة هيئة، الهمزة مفتوحة وما قبلها ياء ساكنة، لذلك كتبت الهمزة على نبرة. مقروءة، الهمزة مفتوحة وما قبلها واو ساكنة، لذلك كتبت على السطر. كما عودنا جدنا الفأر الحكيم سوف يسحبنا في مجموعة من الألغاز والأسئلة، هيا نرى ما يخبئه لنا. أهلا بكم من جديد. أنت تعلم يا عماه أننا كنا نتحدث عن قواعد كتابة الهمزة المتوسطة. حسنا، تعالي معي. لدينا هذه الكلمات وسبب كتابة الهمزة في الجهة المقابلة. هيا قومي بوصل الكلمة مع سبب كتابتها في المجموعة الثانية. هذا سهل. فوائد، الهمزة مكسورة وما قبلها ساكن. مؤلف، الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم. بقيت كلمة رئة، الهمزة مفتوحة وما قبلها مكسور. أنت رائعة يا صغيرتي. والآن يا أرنوبة، أدب فعل ماض، ما هو مضارعه وكيف نكتبه؟ المضارع منه يؤدب، الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم، لذلك سنكتبها على الواو بهذا الشكل. دؤوب، اسم، ما هو فعله؟ الفعل الماضي منه دأب، الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح فتكتب على الألف. والفعل المضارع يدأب، الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن، لذلك تكتب أيضا على الألف. أنا فخور بك يا صغيرتي. حل الخلاف بين الحركات واتفقنا على قاعدة لكتابة الهمزة المتوسطة، وتعرفنا إلى الحالات الخاصة التي تخالف الهمزة المتوسطة هذه القاعدة، ولن نخطئ بعد اليوم في كتابتها. انتظرونا في قاعدة جديدة من قواعد الكتابة والإملاء. دمتم سالمين. ألف باء تاء تاء، هيا نقرأ يا هلفاء. ألف أبني باء بلدي، بيدي بيدي أبني بلدي. تاء تاد نحوي تاد، قالت ماذا يأتي بعد؟ قالت ماذا يأتي بعد؟ قالت ماذا يأتي بعد؟ تاء تمر طاب الثمر، جيم حاء حاء لام. هيا ننشد يا أطفال، حمل خاء خالي رجل عالي. جاء الدار يا أطفال، قال سلاما قال سلاما. ذال راء زاي سين، سوف نكون لك.